تبليغ العلم ونشر العلم إنما يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ببدع ولا بآراء ولا باستحسانات كما تفعله بعض الجماعات مهما تعددت، كما يسمى بجماعة التبليغ أو ما يحذو حذوها مما يستجد، فقد يكون المسمى واحدا والأسماء متعددة. فتلك الجماعات والأحزاب بشتى أنواعها ليست من شرع الله، هذا من حيث الأصل، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إضافة إلى ما يحدث من بعض أفراد وقادة هذه الجماعات من ماذا؟ من البدع والخرافات التي تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، وأيضا هم لا يهتمون بالعلم الشرعي، وأيضا لدى بعضهم جرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجتمع البعض ممن هو قريب من الهداية فيقولون له لتلقي، فيلقي آية أو يلقي حديثا لم يسمعه من العلماء ولم يفهمه ولم يعرف ما تدل عليه هذه النصوص، فيكون في ذلك الجرأة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدى هؤلاء من ذكر الأحاديث الموضوعة المختلقة والمكذوبة والضعيفة على النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فكيف يصدر هؤلاء من أرادوا أن يصدروه، وبهذا يضلون الناس ويخالفون معتقد وجماعة أهل السنة والجماعة. وأما ما يستدل به من قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية، نعم حديث صحيح عند البخاري بلغوا عني ولو آية، لكن متى؟ إذا فهمت تلك الآية الفهم الصحيح. أيضا إذا كنا مأمورين بتبليغ آية إذن نحن مأمورون بتبليغ الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، هذا من حيث صدر الحديث بلغوا عني ولو آية. اقرأ آخر الحديث قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من يأتي بطرق وبأذكار قبل دعوته، من يأتي بالأحاديث المكذوبة الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوافق صدر الحديث بلغوا عني ولو آية؟ تصدير الجهلة ممن لا علم عنده والخوض في شرع الله عز وجل، أهذا يوافق بلغوا عني ولو آية؟ بل يدخل تحت الحديث في آخره ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تبليغ العلم كما قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم وعلى فهم وعلى دراية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.